إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 104 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. من يتصور بأن الداعية هو مطالب بأن يؤثر في النفوس تأثيرا يجعل هذه النفوس تتفاعل حتى تستجيب لداء الحق، وهذا التصور هو من الخطأ بمكان، فإنه لئن كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع بلاغة قوله وسعة بيانه وقوة شخصيته وعمق تأثيره لم يكن مكلفا أن يؤثر على النفوس حتى تتفاعل، لأن ذلك من أمر الله، فكيف بهؤلاء الذين هم أبعد ما يكونون عن هذه الدرجة، درجة النبوة، بل درجة ختم النبوة التي تبوأها الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. ومن أخذ بهذا المفهوم وحرص على أن يكون لزاما عليه أن يؤثر على نفوس الناس حتى يستجيبوا ويتفاعلوا مع هذه الدعوة التي يدعوها، فإن ذلك يؤدي به في النهاية إلى أن يصل إلى طريق مسدود. وفي هذه الحالة تكون ردة فعل عنيفة في نفسه ترمي به إلى الفئة التي تفرط في التصور وتعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجبان على الإنسان إذا أصلح نفسه. هذا والخطاب في الآية الكريمة ذهب كثير من المفسرين إلى أنه خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إلى أنه خاص بالأوس والخزرج نظرا إلى السياق، لأن الآيات السابقة إنما كان الخطاب فيها موجها إلى الأوس والخزرج، وهذا مما نعجب منه كثيرا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين. ومهما يكن من شأن الأوس والخزرج وكونهم مقصودين بالخطاب السابق بسبب ما وقع بينهم من الشقاق والفتنة عندما حاول بعض اليهود أن يوقع بينهم وأن يذكرهم بماضي فتنهم عندما كانوا في الجاهلية تتنازعهم الفتن وتستبد بهم العداوة، فإن الخطاب لا ينحصر فيهم مع توجيهه إلى جميع المؤمنين. فالله تبارك وتعالى قال في فاتحة الخطاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل هذا الخطاب ينحصر في الأوس والخزرج وحدهم أو في الصحابة وحدهم بحيث يكون بقية المؤمنين غير مطالبين بأن يتقوا الله حق تقاته وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، وغير مطالبين بأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا؟ هذا بعيد، ولئن ساغ أن يقال ذلك هنا فإن ذلك يؤدي أيضا إلى تسويغ أن يقال مثله في جميع التشريعات، في جميع أوامر الله تعالى ونواهيه التي يوجه الخطاب فيها إلى المؤمنين. على أن من المفسرين من قال بأن هذا الخطاب موجها إلى الأوس والخزرج فهو يشمل غيرهم ويشمل من يأتي من بعدهم من أجيال الأمة، وهؤلاء اختلفوا. منهم من قال
بأن هذا الخطاب هنا من باب الخصوص الذي يراد به العموم، وهذا الذي قاله أبو حجان. ومنهم من قال بأنه يسري معنى هذا الخطاب في بقية أجيال الأمة بطريق القياس، وهذا الذي قاله ابن عاشور. ولكن كما ألمحنا، الخطاب من أول الأمر كان خطاباً لجميع المؤمنين، فلا معنى لأن يحصر في الأوس والخزرج وحدهم، أو أن يحصر في جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحدهم، وإنما هو خطاب يشمل الأمة بأسرها. هذا، وقد جعله بعض الناس خطاباً موجهاً إلى العلماء وحدهم، وألل ذلك الزمخشري وتبعه جماعة من المفسرين، منهم الفخر وأبو حجان والقرطبي وجماعة كثيرة من المفسرين، قالوا بأن غير العالم لا يحسن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يتصور المعروف منكرا ويتصور المنكر معروفا، وقد يلين في موضع الشدة وقد يشتد في موضع اللين، ولا يفهم الاختلاف ما بين المذاهب الفقهية في المسائل لأنه ألف شيئا معينا. فلذلك ينبغي أن يحصر هذا الواجب في العلماء. وهؤلاء على أي حال حملوا من هنا في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حملوا من على التبعيض، وقالوا بأن المراد أن يكون بعض الأمة هكذا، لا أن تكون الأمة جميعا هكذا، إنما المراد أن يكون ذوي الاختصاص متصفين بهذا الشأن. وقد نبهت في كثير من المحاضرات والدروس إلى أن من هنا ليست للتبعيض، وإن ذهب أكثر المفسرين إلى أنها للتبعيض. بينت أن من ليست للتبعيض، وإنما هي للبيان، وذلك كما يقول القائل: رأيت من فلان رجلا صالحا، ويقال: إن له من أولاده جنودا، وإن له من غلمانه خدما. وهذا لا يعني أن بعض أولاده جنود له دون بعض، ولا يعني أن بعض غلمانه خدم له دون بعض، وإنما يعني ذلك أنه تكون له جنود هم أولاده، وتكون له خدم هم غلمانه. وهذا معروف عند العرب كثيرا، ومن ذلك قول الشاعر: يأبى الظلامة منه النوفل الزفر، أي يأبى الظلامة من هذا الشخص من هو موصوف بهذا الوصف، يأبى الظلامة من هذا الشخص من هو موصوف بهذا الوصف. ومعنى ذلك أنه هو الموصوف بهذا الوصف. فإذا من هنا إنما هي للبيان. وقد كنت أعجب ممن يقول بأنها للتبعيض، وأن واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، مع وجود الأدلة في القرآن والسنة وهي تدل على أن ذلك واجب على الجميع. فإن الله تبارك وتعالى قال كما ذكرنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فناط النجاة من الخسران والسلامة منها
بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر مع الإيمان والعمل الصالح. وهذا مما يدل على أن الجميع مطالبون بأن يكونوا مؤمنين عامدين عملا صالحا متواصين بالحق متواصين بالصبر. وكذلك ما وصف الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل من قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل هنا دليل على أن الأمم تستحق العقاب وتستحق الطرد من عند الله تبارك وتعالى إذا ما فرطت في هذا الواجب. وقد رأيت بعد ذلك الإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا يبينان بيانا شافيا كافيا، بيانا يثلج الصدر، بأن هذا الواجب ليس هو واجبا كفائيا وإنما هو واجب على الأمة بأسرها. فمعنى ولتكن منكم أمة، كونوا أمة، كونوا أمة، هذا شأنها. والذي يظهر لي هنا أنه لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى لم يقل لهم كونوا داعين إلى الحق آمرين بالمعروف، وإنما قال ولتكن منكم أمة. ففي هذا ما يشير إلى أن الله تعالى أراد بهذا أن تكون الأمة جميعا متعاونة على هذا الأمر، يأخذ فيه بعضها بضبع بعض ويشد بعضها أزر بعض حتى تكون الأمة كلها قائمة بهذا الواجب. معنى ذلك أن تتحد الأمة على هذا الخير. والأمة هي من أم يأم بمعنى قصد يقصد، فالأمة الجماعة التي تقصد هدفا معينا، سواء كان ذلك مما يرجع إلى مبتغى سياسي أو كان عقيدة دينية أو كان ذلك نسبا يصل بعضهم ببعض حتى يقصدوا الارتفاع، كما يقال أمة الفرس وأمة الروم وأمة العرب وهكذا. وقد تطلق الأمة في اللغة أيضا على معاني جاءت في القرآن، لكن هذا المعنى هو المقصود، والجماعة التي يشتد أزرها و يقوم بعضها بشأن بعض حتى تتداخل أهدافها وتمتزج مشاعرها، هذه هي الأمة المرادة. فإذا هذه الأمة هي التي تطلع بهذه الرسالة. وقد يأتي لفظ الأمة كما ذكرنا مرادا به غير هذا المعنى، كما في قوله تبارك وتعالى وادكر بعد أمة، فإن الأمة هنا بمعنى الزمن. وكذلك ما حكاه الله تعالى عن الكفار من قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة، فإن المراد بذلك على دين وهكذا. فالأمة إنما يراد بها هنا هذه الجماعة المتوحدة المتآلفة التي يشد بعضها أزر بعض وتتعاون على حمل رسالتها جميعا إلى غيرها. فإذا المطلوب أن تكون هذه الأمة بهذه الحالة، ولذلك كان التعبير بالأمة، لم يقل وكونوا داعين إلى الحق آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لأن ذلك قد يفهم أن كل واحد مطالب بهذا الأمر فيما بينه وبين ربه من غير أن يلزم بأن تتشارك الأمة وتتعاون على هذا. هذا وقد أوضح الإمام محمد عبده بطلان قول من قال بأن واجب الدعوة والأمر بالمعروف إنما يناط بأهل العلم وحدهم دون غيرهم. بين بطلان ذلك من حيث إن هذا الواجب
قد يكون كما ذكرنا من قبل واجبا في صفوف الأمة نفسها، وهذا مما يتفطن له الغبي والذكي، فإن الجاهل يدرك ويعرف أن الخمر محرمة، فإذا وجد أحدا يشرب الخمر هل أو يستعد لشرب الخمر هل يترك هو شأنه ويقال بأنه لا يجب عليه أن يغير هذا المنكر وأن ينهاه عن شرب الخمر، أو أنه يقال بأنه يجب عليه بل يتحتم عليه لأنه أبصر هذا الأمر بنفسه، أبصره بأم عينيه فهو مطالب بأن يقوم بتغييره؟ وكذلك أكل الربا، هذا مما لا يختلف فيه اثنان، يدركه الفطن وغيره والعالم والجاهل، فإن الربا محرم بالنص القطعي، وهو من الأمور الضرورية التي شاع علمها عند الناس، أي العلم بذلك أمر ضروري لأنه مما شاع في الناس، فلا يحتاج أحد إلى أن يتعلم بأن الربا حرام، لأن الجاهل إن لم يكن يقرأ كتاب الله تعالى ويفهم النص الذي في القرآن الكريم، النص الذي يحرم الربا، يسمع من أهل العلم ويسمع من طلبة العلم أن الربا حرام، فكان العلم بذلك من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى أن يتعلمها الإنسان وأن ينبغ فيها. كذلك الزنا مثله، وكذلك دواء الزنا وأسبابه ودوافعه، فإن كل ذلك مما يدركه الجميع، ومثل هذا ما يكون بين الناس من الأمراض كالغيبة والنميمة والحسد وسائر الأمراض الاجتماعية، فهذا مما يدركه الجميع، فإن تبين لأحد أن أحدا يتصف بشيء من ذلك، أنه يتصف بالحسد ضد أخيه، وذلك بأن ينم كلامه أنه حاسد لأخيه، أو أن يسمع منه اغتيابا لأخيه، أو أن يسمع منه نميمة ينم بها على غيره، فهل يرخي له العنان ويترك ذلك انتظارا لأن يأتي العالم؟ هذا أمر لا يتوقف على أن يدرس الإنسان الأصول والفروع، وأن يتبحر في معرفة مقاصد الشريعة، وأن يكون ملما بالخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، لأن ذلك مما يشترك فيه الجميع. هذا. وأما بالنسبة إلى الدعوة العامة التي يقوم بها الإنسان في أواسط قومه، داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فذلك وإن كان يتوقف على العلم، إلا أن العالم قد يحتاج في ذلك إلى مؤازرة الجاهل أحيانا، ولربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يسار، فالإنسان لا بد من أن يشتد عضله بغيره في هذا، وبحاجة إلى أن يستعين بغيره. ربما كان هذا الجاهل وسيلة لإبلاغ دعوة هذا العالم وتأثير هذه الدعوة على الناس، لأن بعض الناس بسبب العلائق الاجتماعية التي تكون بينهم قد يؤثر عليهم من هو أقل علما، فعندما يحاول العالم الإصلاح لا حرج أن يستعين بالجاهل، ويجب على هذا الجاهل أن يقوم بعونه بقدر مستطاعه، لأنه يدرك من خلال ما يسمعه من ذلك العالم أن ذلك إنما هو واجب عليه، وإنما هو من الإصلاح في المجتمع. وأما بالنسبة إلى الدعوة في غير محيط الأمة، الدعوة إلى الإسلام التي هي واجب على الأمة، هذه الدعوة أيضا لا تكون على كيفية واحدة ولا تتوقف على وسيلة واحدة، لها وسائل متعددة، من بين هذه الوسائل
التعاون المادي ما بين الدعاة، فالتعاون ما بين هؤلاء الدعاة بحيث ينفق هذا ليقوم ذلك بالدعوة، هذا أيضا مما يشترك فيه العاقل والجاهل، مما يشترك فيه العالم والجاهل. لا تتوقف الدعوة أو لا يتوقف التعاون على الدعوة في محيط أهل العلم وحدهم، على أن هذا الجاهل يجب عليه أن يكون في قرارة نفسه بأنه إذا استطاع أن يقوم بهذه الدعوة بنفسه في غير محيط الأمة الإسلامية لن يتردد في القيام بها. هذا واجب كوجوب الحج أو أوكد من وجوب الحج، والحج إنما هو واجب على المستطيع، ولكن غير المستطيع إنما يجب عليه أن يعتقد أنه متى استطاع فعليه أن يقوم بهذا الواجب. فلذلك كان من الضرورة إذن أن يدرك الكل أن هذه الدعوة لا تتوقف على العلماء دون غيرهم. وقد أوضح الإمام محمد عبده أيضا طريقة أخرى يمكن من خلالها أن تكون هذه الدعوة واجبة على الجميع، ولو كانت هذه الدعوة ولو كانت من في الآية الكريمة للتبعيض كما قال ذلك من قال، وذلك بأن يكون المراد بالأمة في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم الجماعة التي تختار من بين جميع الأمة أو من بين جميع المجتمع لأن تقوم بهذا الواجب، فإن المجتمع يجب عليه أن يتعاون على هذا الواجب. فأهل القرية قد يختارون أفراداً أو فرداً منهم يقوم بتذكيرهم وتعليمهم أمر دينهم وتبصيرهم بما يجب عليه، ويقوم أيضاً هو بالانتقال مع بقية الناس الذين يجرون في مضماره لبث هذه الدعوة حتى في أواسط غير المسلمين. فإن هذه الدعوة وإن كانت لا تقوم إلا على العلم، أي الدعوة التي في بها رد الشبه وبيان الحجج وإقامة الأدلة، وإن كان لا يقوم بها إلا أهل العلم لأنهم الذين يطلعون بهذه الأمانة والإنذار منوط بالفقه في دين الله تعالى، كما يقول سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، إلا أن الأمة جميعا عليها أن تتعاون مع هؤلاء الفقهاء. فعلى أهل القرية أو أهل الحي أن يختاروا منهم من يمكن أن يتجرد لهذا الأمر ويتعاون، هذا الذي يختار لذلك مع من اختير من سائر القرى حتى تتكون من الجميع مجموعة واحدة أو أمة واحدة، لأنها تقصد هدفا واحدا تقوم بحمل هذه الدعوة إلى أصقاع الأرض وتنشر هذا النور في كل جزء أطبق عليه الظلام، بهذا يتحقق هذا الواجب. هذا وقوله سبحانه وتعالى هنا وأولئك هم المفلحون مما يؤكد أن هذه الدعوة واجبة على الجميع. هذه الدعوة لا تجب على البعض دون البعض، وإنما تجب على الجميع، لأنه من الواجب على أي أحد بأن يحرص على أن يكون من المفلحين، فغير المفلحين هم الخاسرون. والله تبارك وتعالى قد حصر الفلاح في هذا الصنف حيث عرف هنا المسند والمسند إليه ووسط ضمير الفصل بينهما فقال وأولئك هم المفلحون، وقد سبق بيان الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الدعوة
إلى الخير فسرها بعضهم بالدعوة إلى الإسلام، وهذا محكي عن مقاتل، وقالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، وعلى هذا ففي هذا عطف خصوص على عموم كما قال الزمخشري، في هذا عطف خصوص على عموم، لأن الإسلام هو شامل للقاعدة التي يقوم عليها قبل كل شيء، وهي الإيمان أو الاعتقاد الحق، ثم تأتي الطاعة بعد ذلك في الجزئيات، والنهي عن المخالفة في هذه الجزئيات بعد التخلص من علائق الكفر بأسرها. والقول بأن هذا عطف خاص على عام قاله الزمخشري ووافقه عليه جماعة، وانتقده ابن المنير، قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الدعوة إلى الخير، ولما كان نفس الدعوة إلى الخير فإذا ما معنى كون ذلك خاصا بعد عموم، وإنما هذا من ذكر التفصيل بعد الإجمال. وقال بأن ذكر الشيء مفصلا بعد ذكره مجملا مما يؤدي إلى تأكيده، لأنه يؤدي إلى رسوخ معناه في النفس، إلا أنه لاحظ عليه جماعة من المفسرين وقالوا بأن كون الخير بمعنى الإسلام، والإسلام يشمل الطاعات في القضايا الجزئية ويشمل ترك المعاصي في الجزئيات، بجانب كونه كذلك فهو مراعا فيه وجود العقيدة التي يقوم عليها، ولذلك كان هذا من باب عطف الخصوص على العموم، على أن الخير لا يبعد أن يكون شاملا لخير الدين والدنيا معا، هذا الذي ذهب إليه الألوسي، أي جوز ذلك، وبناء على هذا فيكون قول الزمخشري في محله ولا عيب فيه. والمعروف وفي الأصل ما كان غير مجهول، والمنكر هو ما كان غير مقبول، وإنما أطلق المعروف على ما تألفه الفطر السليمة، لأن الفطرة السليمة تألف الخير، وتأتي الشريعة من عند الله تبارك وتعالى منسجمة مع الفطر، فهي تدعو إلى ما يكون مألوفا فيها، أي في هذه الفطر، بخلاف المنكر، فإن المنكر هو الذي تأباه الفطر السليمة. ومن المعلوم أن الفطر السليمة تأبى كل ما قبحه الشر، هذا هو في الأصل، الظلم تأباه الفطر السليمة، أكل المال بغير الحق مما تأباه الفطر السليمة، انتهاك الأعراض وعدم المبالاة بما ينحدر بأهله إلى أسوأ الأخلاق مما تأباه الفطر السليمة. فإذا الأمر بالمعروف إنما هو أمر بما يتفق مع شرع الله تبارك وتعالى، وذلك مما تقبله الفطر السليمة وتألفه، إذ الفطر السليمة لا يمكن أن تنبو عن شيء جاء به شرع الله والمنكر، وبخلاف ذلك فكل ما كان مرفوضا في شرع الله تبارك وتعالى فهو مرفوض في الفطر السليمة وهو منكر، لأنها تنكره وترفضه ولا تقبله. هذا ومع كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين كما ذكرنا على الجميع حسب ما يتبين، والدعوة إلى الخير سواء كانت الدعوة إلى الإسلام العام أو كانت دعوة إلى الجزئيات، جزئيات الإسلام في المجتمع المسلم، وذلك بأن يدعو الإنسان في مجتمعه المسلم أن يتمسك المسلمون بجزئيات الإسلام غير أن يفرطوا فيها، هذه الدعوة
جميع واجباتها وتكاليفها لها أساليب يجب أن تراعى، والقائمون بهذه الدعوة أيضا هم متفاوتون في القدرات والملكات، ولذلك كان من الضرورة لمكان أن يتم التنسيق بين جميع الفئات التي تقوم بالدعوة. وعندما تكون هنالك مؤسسات دعوية يجب أن يكون هنالك التنسيق في القيام بالدعوة ما بين هذه المؤسسات جميعا، ليكون أثر هذه الدعوة بالغا، وليكون خيرها منتشرا. وعلى أي حال هنالك أساليب جاء بها القرآن الكريم وحض عليها، وهذا مما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس الآتي لضيق الوقت الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يوفقنا لصادق القول وصالح العمل، إنه تعالى على كل شيء قدير وإنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 104 من سورة آل عمران، سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.